بدءا بذي بدء، اسعد الله صباحكم ومساءكم باختلاف التوقيت بالنسبه لكم اينما كنتم بالعالم الاسلامي. احييكم بتحيه الاسلام العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وارحب بكم في هذا اللقاء الخاص، ولما لا وهو لقاء الكبار. المكان على بعد اكثر من 45 كيلو مترا عن قلب القاهره العامره العاصمه في هذا الصباح، خصيصا مدينه الانتاج الاعلامي حيث استوديو قناة الصحة والجمال. الزمان 7 بتوقيت جرينتش، والـ8 صباحا بتوقيت القاهرة، والـ9 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. والحدث يا سادة الأزهر، عنوان عجيب، قد يتعجب البعض أننا نتكلم عن هذا العنوان الأزهر. الأزهر الشريف سبحان الله كتير من الناس بيتكلموا عليه، وكتير من الناس قاعدين بيحاربوا من هنا ومن هناك ومش عارف إيه. فالأزهر الشريف هو الحياة، الأزهر الشريف هو القرآن. ليه تدخل ابنك الأزهر وتدخل بنتك الأزهر؟ هقول لك ليه. أول حاجة خالص هحكي لك قصة جميلة جدا حصلت من واحد بلديات من المنصورة. بيقول أنا ابني كان في الأزهر الشريف، بقول حولت له التربية والتعليم، وبالفضل الله سبحانه وتعالى حصل على كلية الصيدلة، كلية قمة، أهو فرحان بكلية القمة ما شاء الله، الله أكبر. بقول ابني بعد ما حول من الأزهر ما عادش في حاجة اسمها صلاة، كان الأول بيحافظ على الصلاة، ما عادش في حاجة اسمها قرآن، كان الأول بيحافظ على القرآن، ما عادش في حاجة اسمها أخلاق مع إخواته ومع أهله ومع الناس ومع صحابه وكذا وكذا وكذا. شفت الدنيا اتقلبت إزاي؟ الآية اتغيرت إزاي؟ أول محاول من الأزهر الشريف. علشان كده الأزهر، طب أنا مثلا قاعد بتكلم عن الأزهر وكذا وكذا، يكفيك فخرا إن ابنك كده بيروح يوميا من البيت بيفتح المصحف بيراجع الورد القرآني، يكفيك فخرا أن ولدك يحفظ كتاب الله عز وجل، بخلاف أن اللي دخل المدرسة قاعد ما بيمسكش المصحف لأن الدين عنده أصلا مادة مش أساسية. يكفيك فخرا أن ابن حضرتك بيرجع جري على الشيخ بتاعه، على الشيخ بتاع القرآن الكريم، وبيحفظ القرآن وقاعد بيردد القرآن. سبحان الله، قليل جدا. أنا برضك مش عاوز أظلم بتوع التربية والتعليم، فيهم ناس برضك بتحفظ القرآن دمة على الراس إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم أن 90% اللي بيستمروا بحفظ القرآن الكريم هم مين؟ ما هم الشباب بتوع الازهر، حتى بعد ما بيخش الجامعه بيستمر في حفظ القران، وبعد ما يتخرج من الجامعه بيكون بفضل الله ختم القران واخد اجازه في التجويد وقاعد بيدرس تجويد وبيتعلم من القران الكريم. هو ده الازهر الشريف. الازهر الشريف اخلاق، المعهد اخلاق. كتير من الناس قاعدين بيقول لك طب الازهر الشريف المواد بتاعته كتيره ومش عارف ايه وكم ماده وكم ماده، والكليات الطب مش فيه وكليات القمه. والله يا حبيبي في الله أمثلة كتيرة جدا، لو ضربناها من بكرة مش هنخلص. عن الدكتور فلان تخرج من الأزهر، والدكتورة فلانة تخرجت من الأزهر الشريف، الكل تخرج من الأزهر. وخد بالك المواد الكتير ديت من السهل إنك تحصل على درجات كتيرة منها بكل يعني سهولة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأزهر الشريف يعني، وأنا بنصح بقى لكل الناس يعني، في المنصورة دار الإيمان النموذجية عملت حاجة في منتهى الروعة والجمال، عاملة دار تحفيظ قرآن، دار الإيمان النموذجية عاملة معاها سنتر تعليم. الطالب يخرج من المعهد يروح عندهم بقى. عندهم ايه؟ مواد ثقافيه، الانجليش والعربي والماس والعلوم والدراسات، المواد الثقافيه بجوار المواد الشرعيه. ابنك بيروح من المعهد الظهر، بيصلي الظهر كده ويتغدى ويروح لهم، ويروح بعدهم من بعد العصر او بعد المغرب، يعني اهو الشغل شغال او الدنيا شغاله هي. طب انت مستني ايه؟ فانت احرص على القران الكريم والازهر. لذلك في هذا اليوم الميمون المبارك، والله اسال اجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، استضفنا احد ابناء الازهر، نرحب به. اهلا وسهلا بك يا انس. الاول عرفنا بنفسك. انا من محافظه كفر الشيخ، مركز الرياض. الاسم الثلاثي الاول؟ الاسم الثلاثي انس عبد الرحمن عبدين عبد الرحمن، من ابناء محافظه كفر الشيخ، ودرست في الازهر الشريف، وانا من طلابي الازهر الشريف. طب الاول، هل بتحفظ من القران الكريم؟ نعم. حفظت كم جزء؟ حفظت من القرآن الكريم، حفظت القرآن كاملا. خاتمت القرآن بفضل الله عز وجل. نعم. نعم صحيح. طب الأول كده يا أنس، يعني أنت ما شاء الله عليك قارئ ومبتهل رائع. الموهبة دي اكتشفتها إمتى وإزاي ومين اللي شجعك؟ الموهبة دي أولا أشكر الله أولا، ثانيا بفضل مدرسيها في الأزهر الشريف والإذاعة المدرسية. ما شاء الله. فاكتشفت هذه الموهبة وأنا في سن الثالثة عشرة من عمري ما شاء الله، وأنا في الإذاعة المدرسية. والدك بقى شجعك وكده ولا في حد في البيت نعم شجعك؟ نعم، شجعني والدي ووالدتي، وأشكر فضيلة القارئ الشيخ سيد رمضان البحيري، هو من أخذ بيدي وعلمني المقامات الصوتية.
طب الاول تحب تسمعني ايه القران؟ يعني تحب تسمعنا اول كده، عايزين كده نستشعر ونبدا النهارده كده الصبح في قناه صحه والجمال، علشان ربنا سبحانه وتعالى كده ينزل علينا الملائكه والرحمات نستبرك بكلمات الله سبحانه وتعالى. اتفضل كده سمعنا ايات من الذكر إن الحكيم. شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله الله الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله الحمد لله.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. حقا صدقت ربي فيما قلت وقلت وقولك الحق. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان الله، هذه الآيات ذكرتنا بهذه الأيام المباركات، الأيام العظيمة ديت اللي احنا فيها العشر أيام من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله، أنت متخيل الأيام اللي احنا فيها هي قراءة القرآن فيها أفضل من شهر رمضان؟ آه، باستثناء ليلة القدر. طب أنت متخيل إن العبادة في الأيام ده هي أفضل؟ احنا كلنا نحرص إن احنا نقرأ القرآن في رمضان ونحافظ على السنن في رمضان وقيام الليل في رمضان وكذا وكذا. تخيل بقى إن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل عند الله سبحانه وتعالى من رمضان. كذلك احرص على أن تقوم وأن تصوم وأن تتلو القرآن الكريم، وكذلك احرص أيضا على شيء مهم، صيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني صيام يوم واحد بس بيكفر ذنوب سنتين، صيام يوم واحد بس بيكفر ذنوب عامين كاملين، صيام يوم واحد بس أقل من 16 ساعة بيكفر سيئات وذنوب سنتين كاملين، سنة مقبلة وسنة ماضية. سبحان الله، يعني انتهز الفرصة في هذه الأيام. وكذلك احرص على أن تكبر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون في الأسواق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ردد وانت قاعد، ردد وانت بتسمعني، ردد وكبر طول ما انت ماشي في الطرقات وفي الأسواق، وانت مع الزوجة مع الأبناء، وانت في البيت وانت في العمل وانت في الوظيفة وانت في شغلك وانت في مكان في في في, في لهوك وفي لعبك وفي النادي، في كل مكان كبر. ايه اللي يمنعك انك تكبر في هذه الأيام المباركات وتحيي سنة التكبير؟ فاحرص على التكبير. طب أنس، انت استمعنا منك ما شاء الله القرآن الكريم مصدق رائع ما شاء الله، جدا ما شاء الله، ولم يزكك على الله. طب انت عندك موهبة في الابتهالات، تعرف تبتهل؟ نعم. تعرف تبتهل؟ طب بالنسبة بقى للأيام اللي احنا فيها الجملة دي، تعرف تسمعنا حاجة ملائمة بالنسبة لموسم الحج؟ إن شاء الله. طب سمعنا، تفضل. ربا وبارك
مقدس أنت في علاك يا من تراني ولا أراك حجة ازداد الشوق شوقا، ازداد الشوق شوقا على ان نذهب لحج بيت الله. سبحان الله، طمأنينة ورب الكعبة. اول نستقبل اتصال معنا صحر، تفضلي يا صحر. صحر معنا تلفون؟ انقطع الاتصال، طبعا اول الاتصال الاخرى. ما شاء الله الـ 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 الحج يعني مثمر رائع. انت دلوقتي يا شيخ انس وانت بتقرا حركت مشاعرنا كلنا، وانا اولهم، السادة المشاهدين وأنا أولهم. حقيقي ازدادت شوقا أن أذهب لحج بيت الله، وأن أكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، أنا عاوز أقول لك على نصيحة كده. منا من يذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنا من يذهب النبي لزيارته، ومنا من يذهب النبي لزيارته صلى الله عليه وسلم. لذلك احرص على أن تكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتيك في المنام وكثير. طب أنا سمعنا حاجة أخيرة كده، أي كده ابتهال كده برضو بالمناسبة الأيام هذه المباركات. أنت إيه اللي برا قبل ما نبدأ الهوا؟ أنت محضر كم حاجة كده؟ نعم، سمعنا كده حاجة تانية. قسما برب المصطفى لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافور المسك والكافور من عرق والورد والياسمين من وجناته يا عاشقين يا عاشقين المصطفى تسعدوا بصلاته عيسى المسيح عيسى المسيح رآه في إنجيله وكذا الكليم رآه في توراته
صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا خير الورى، صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكر وكلما غفل عن الغافل، اللهم صل وسلم وازد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة بذكره والصلاة عليه، فقال يا رسول الله أجعل لك الربع من وقتي صلاة عليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن زدت فهو خير لك. فقال النصف؟ قال فإن زدت فهو خير لك. فقال الثلث؟ قال فإن زدت فهو خير لك. فقال أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. مشاهدي الكرام، نترككم في فاصل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعود لحضرتكم، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. عودنا إليكم بعد الفاصل مرة ثانية مع فقرة جديدة نتكلم فيها عن مشاكل الثانوية العامة. الفقرة الثانية دي خصصناها بمناسبة قدوم والدخول في العام الدراسي الجديد، عاوزين بقى كل طالب في الثانوية العامة يسمعنا كويس ويركز معانا كويس جدا. كل طالب في الثانوية العامة قدامه كده شوية حاجات، طبعا كل واحد داخل دلوقتي حاليا داخل بقى ايه بقى سخن جدا بقى، وداخل يذاكر وداخل مش عارف ايه وكذا بقى، وشدد من اول شهر 8 المذاكره والدروس، والكل طمعان في طب، والكل طمعان في هندسه، والكل طمعان في صيدله وكليه القمه والاعلام وسياسه واقتصاد والسن، الكل داخل طمعان في الكليات بتاعه القمه دي. طب تمام، اول حاجه عندنا اول غلط خالص بنعمله ان احنا للاسف بنعطي وقتنا كله لاهوائنا، ما بنعطيش حاجه ربنا سبحانه وتعالى خالص. يكون مثلا الاذان بيأذن عليك وما تروحش تصلي، يكون مثلا الاذان المنادي يقول الله اكبر الله اكبر وحضرتك ما بتصليش. طب ليه؟ تعالى كده نحسب اليوم، اليوم بيتكون من 24 ساعه. تخيل كده حضرتك معايا ان 24 ساعه فيها في اليوم خمس صلوات بس المفروضه، انا مش هتكلم طبعا عن السنن ولا عن النوافل ولا عن قيام الليل ولا عن الضحى، مش هتكلم عن الكلام ده كله خالص، انا بتكلم على الصلوات المفروضه لحضرتك. تخيل انت مفروض عليك خمس صلوات. شوف بقى معايا، لو احنا خدنا مثلا على فكره الصلاه لا تتعدى التلت ساعه، 20 دقيقه بالعدد، مفيش صلاه بتتعدى 20 دقيقه، هنقول ان هي 20 دقيقه، ده اقوى الايمان اهو، مش هنقول اضعف الايمان، ده اقوى الايمان ان هي 20 دقيقه. 20 في خمس صلوات يدينا 60 دقيقه، يعني كم ايه؟ ساعه في اليوم؟ ساعه واحده بس. بالله عليك كتير ان احنا نعطي ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ساعه. طب الاذان بيأذن يا اخي، روح توضا وانهض الى الصلاه، حسن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى عشان حتى ربنا يوفقك في المذاكره، وربنا يوفقك في التركيز، وربنا يعني يعينك على الدروس وعلى كذا وكذا. فانت اول حاجه عند حضرتك ما بتعملهاش اللي هي الصلاه، فانت لازم تحافظ على الصلاه علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في المجموع اخر العام. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها يا جماعه ان احنا للاسف ما عدناش اصحاب قرارات، ما عادش عندنا خالص اي حد فينا صاحب قرار. دلوقتي حاليا الكل ما عادش يعني بيروح الدرس ده علشان ايه؟ معاه صاحبته في الدرس فعاوز يروح يتفرج على صاحبته وحبيبته ومش عارف ايه والكلام ده، والتاني رايح الدرس قال لك انا لقيت صحابي رايحين فقلت اما اروح وراه، التالت رايح الدرس قال لك انا احسن ما عديت في البيت، الرابع رايح الدرس علشان يضم ابوه واصلا مش رايح يستفاد. فانت حاول تصحح النيه تاني مع مدرسينك. إيه؟ ازاي بقى تصححها؟ انك تختار المكان المناسب، والمكان المناسب اللي هو السنتر. وبالنسبه للسنتر افتكرت حالا ايام ما كنت في ثانويه عامه سنتر الحريه اللي كنت بروح فيه كان تقريبا سنتر الحريه اللي هو السنتر الاول في طلخه كنت بروح 6 ايام في الاسبوع، واحيانا والله كنت بروح 7، كان هو بيت الثاني، كنت اخرج كده من البيت يوميا، اصحى الصبح اصلي الضحى واروح على السنتر ارجع اخر النهار، دروس يوميا في السنتر، كان كل دروسي في السنتر. فهو المكان مهيئ، الناس اللي كانت فيه اولا لا نزكيهم على الله ناس اخلاق وكانوا اصحاب الصلوات كانوا بيصلوا قدامنا، الناس اللي فيه اولا معامله جميله جدا، والناس اللي فيه كانوا دايما صاحب السنتر احمد الغامري. انا سمعت في مره مرات بيقول لواحد لو فلان ظروفه وحشه عرفني علشان ما اخدش منه فلوس الدرس، فلوس الشهر كام؟ شفت انت الكلام ده؟ فانت نقي المكان اللي هو الجو المهيئ. انت ممكن تخش سنتر مثلا كبير وكذا 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 وسبحان الله ما تستفادش من الدرس لان الجو حر ومش عارف ايه، ده في مكيفات هو بس انت مش عارف تركز، السنتر فيه عيب من العيوب. فحضرتك نقي المكان اللي هو المناسب ليك، وتنقي كمان مدرسينك اللي هم يحرصوا ان هم ينصحوك على الطاعه. دايما تنقي المدرس بتاعك اللي بينصحك. انا كل المدرسين تقريبا كانوا دايما يوميا كده في الدروس بيقعدوا يكلموني عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن ربنا سبحانه وتعالى، ده المدرس اللي تروح له،
المدرس اللي بينصحك وبيدفعك الى الطاعه ده المدرس انت تروح له، مش المدرس اللي يقعد يسمعك اغاني ويقول لك اتفرجت على الفيلم النهارده، طب المسلسل كان عامل ايه، طب الحلقه كذا، طب مش عارف ايه. وبرضك من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، احب اشكر مدرسيني الاستاذ تامر اسماعيل كان عليا في مواد فلسفيه، والمستر عبد الفتاح الظهراوي، ومستر رامز سمير، والاستاذ عوض العربي، ومستر هشام العدوي، ومستر هشام زهران. تحياتي ليكم من هنا من قلب مدينه الانتاج الاعلامي، تحياتي لكم كلكم على الجهد اللي بذلتموه معانا في الثانويه العامه. بصراحه توحشنا ايامكم والله العظيم فعلا، نتمنى ان احنا نرجع لايام الثانويه العامه حقيقي فعلا. مدرسين افاضل علمونا ازاي نوصل، وهم اللي كانوا السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوصل المكان اللي احنا فيه ديت. فانا انصحكم تنقوا المدرسين بتوعكم علشان ربنا يفتح علينا وعليكم. الاول اسمحوا لنا نستقبل اتصال من صحر. اتفضلي يا صحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا الفاضل؟ انا بخير ما دمت انت بخير. اللهم بارك لك يا رب واعانك على استضافه هذه النماذج الجميله. وفيك اللهم امين يا رب. وجعله الله في ميزان حسناتك، اللهم امين. امين يا رب، وفي ميزان حسناتك انت ايضا. اما انا فما شاء الله عليه، ما شاء الله، اللهم اجعله ممن قيل فيهم وثيق الذين اتقوا ربه. الله. ويسر امره واشرح صدره وبارك لوالديه فيه. امين يا رب. اجعله من الناس اللي تنفع في الدنيا والاخره باذن الله. امين يا رب. لكل اللي سمعوه ولكل اللي استضافوه ولكل اللي عرفوه. امين يا رب. ربنا يجعله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات الجميع يا رب ان شاء الله، وفي ميزان حسنات والديه. اللهم امين. اللهم بارك فيكم يا رب وفي البرنامج الناجح الجميل ده، وربنا يصلح حالكم وييسر امركم يا رب. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. نشكرك على هذا الاتصال. الف سلامه. السلام عليكم. شكرا طبعا على هذا الاتصال الطيب المبارك، جزا الله خيرا عنا وعن الاسلام خيرا. نرجع مره اخرى فنقول، فطالب الثانويه العامه الوقت بيواجه النماذج اللي هي المدرسين والمكان. ثالث حاجه بقى والاهم الصحاب. وما ادراك ما الصحاب بقى، خد بالك بقى. انا عاوزك تتكلم معايا كده عن الصحاب. سبحان الله، الصحاب دول يا جماعه هم اخطر حاجه علينا كلنا. تلاقي الواحد مثلا، وخد بالك بقى الشائع دلوقتي على السوشيال ميديا بقى، خد بالك، يقول لك ايه؟ خد قلبي مش عاوزه مش محتاجه، حطه في كيس اسود، حطه في كيس ابيض، حطه مش عارف ايه، يا حبي يا قلبي. الكلام ده كله بيتقال، ويسميه مثلا على الواتساب بقى، لو مثلا هو عنده على الفون يسميه مثلا، لو اسمه محمد يسموه حمودي ويحط جنبه قلبين، لو اسمه ايمن يسموه ايمون ويحط جنبه ثلاث قلوب، لو اسمه فارس فرس ولا فروس ولا مش عارف ايه، الكلام الدلع ده ويدلعه على التليفون بتاعه ويسجله ويحط جنبه قلوب ومش عارف ايه. وسبحان الله بيقول له انت اغلى واحد في حياتي. طب انا اسال حضرتك سؤال، يا اللي مسمي الاسماء دي كلها على تليفونك، امك وابوك، امك وابوك بتحب صاحبك اكتر منهم اطلاقا ومنعا؟ لا، امك وابوك رقم واحد في حياتك وفي حياتنا كلنا. ربنا يا رب يخليهم لينا يا رب كلنا ولحضراتكم ولكل الساده المشاهدين في كل مكان. الشاهد ان امك وابوك اكتر ناس تحبهم، صح؟ ومع ذلك انت احتمال ما تكونش اصلا مسجل نمره ابوك على التليفون ولا نمره امك، لانك انت اصلا حافظهم في قلبك، حافظ ارقامهم في قلبك، مش محتاج انك تحط لهم قلبين على التليفون، لا على الواتساب ولا على الانترنت ولا على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا. فسبحان الله، هي كده الصحاب كده يا جماعه. هي انت بص لصحابك اللي بجد. طب صحاب اللي بجد اعرفهم ازاي؟ ده صاحبي مسميني على التليفون بتاعه الغالي وحاطط القلب، صاحبي مسميني. على فكره بيبقى معظمهم بيكذبوا عليك، هم عاوزين بس يفسدوا عليك حياتك، بيكونوا حاقدين فعاوزين يقربوا منك، يعرفوا زي نقطه ضعفك علشان يوقعوك ويشمتوا فيك في الاخر. ما بيكونش كلهم صادقين في النهايه، وخد بالك انا بقول مش كلهم، لان في ناس بتكون صادقه فيهم. فانت ازاي بقى تحرص على الناس اللي هم منهم؟ الناس الصالحه، الناس اللي بتشجعك على الطاعه، الناس اللي بتشجعك على الصلاه، وما تاخدش المظاهر. انا اعرف واحد كنا في مره مرات خارجين رايحين نتعشى بره، في مره الشاب ده انا ما اعرفش عنه غير كل سوء، يعني كل ما فيه سوء سمعته عنه. اتاخر عليا، كنت فين؟ قال لي كنت بصلي العشاء في جماعه. يعني انت طب ازاي انت كنت بتصلي العشاء في جماعه وانا ما سمعت عنه الا كل سوء؟ ما تاخدش المظاهر. شوفوا الانسان اللي بيدلك على الصلاه، بيقول لك انت صليت النهارده ولا لا؟ طب انت قرات النهارده ورد في القران ولا لا؟ طب انت النهارده رحت درسك ولا لا؟ طب انت النهارده ذاكرت ولا لا؟ طب انت النهارده رجعت دروسك ولا لا؟ طب انت النهارده ده صاحبك اللي تصاحبه، مش طبعا سيبك انت من اللي بيقول لك ما فيش صاحب بيتصاحب والكلام الفارغ ده، لا خليك انت معانا. ان الصحبه الصالحه هي الصحبه اللي هتنفعك يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم، بس عايزك تصلي عليه بالله عليك، صلى الله عليه وسلم، اخبرنا يوم القيامه ان في كده مجموعه من الشباب بيخشوا الجنه، سبحان الله. فبيخشوا الجنه كده ناقصهم واحد، مثلا كانوا في الدنيا 10 جم الوقت 9، فيتساءلون فيما بينهم، يا رب اين فلان ابن فلان؟ اخذ به الى امه الهاويه، ده كان معانا في الدنيا بس راح النار. شوف بقى اللي بيحصل ايه بقى؟ يذهبون الى ربهم ويشفعون له وياخذونه من النار الى الجنه، بياخذوه من النار الى الجنه. ده بسبب ايه؟ صحبه الصلاح يا جماعه، هي دي صحبه الصلاح اللي احنا دايما
بنحث بعض عليها، اللي احنا دايما بنشجع بعض عليها، اللي احنا دايما بنقول لازم يكون عندنا صحبة صلاح اللي بتشجعنا على الطاعة، بتشجعنا على الدين، بتشجعنا على الصلاة، بتشجعنا على الصيام، بتشجعنا على القيام، بتشجعنا على كل ما فيه خير. ده صحبة الصلاح، مش اللي يحط لك لافلي ويقول لك انت قلبي وانت الغالي وانت كذا وانت كذا. في الغالب كله بيفشنك وكله بيروح في الاخر والله. وساعة ما بتحتاج لاصحابك ساعة ما بتحتاج لاصحابك اللي انت مسميهم على التليفون بتاعك وحاطط لهم لافلي وقلوب ومش عارف ايه، ساعة ما بتحتاج لهم ما بتلاقيهمش. اول ما بتموت مفيش فيهم واحد يعرف يغسلك، ولا فيهم واحد يعرف يكفنك، ولا فيهم واحد يعرف يصلي عليك، ولا فيهم واحد يعرف يدفنك ولا يلحدك، ولا فيهم واحد يعرف ياخد الخاطر بتاعك في ميتمك، ولا فيهم واحد يعرف يعمل صدقه جاريه بعد موتك. مفيش، ما هو ما اتعلمش. ما انت مش في الدنيا كنت اخركم على الكافيه قاعدين بتشربوا شيشه وسجاير ودخان ومخدرات ولا حول ولا قوه الا بالله. انت كنت قاعد على الكافيه معاه، ساعه ما تموت حضرتك هيزعلوا عليك مثلا عند المقابر، واحد منهم يغم عليه والتاني يعيط والتالت يزعل والتالت يحزن. طب وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيروحوا اخر النهار على الكافيه تاني وبيرجعوا يشربوا تاني ورابع السجاير والشيشه والمخدرات اللي كانوا معاها اللي كنت انت معاهم امبارح، ويقول لك ايه فلان كان معانا امبارح، شوف الله يرحمه، بترحموا عليك سبحان الله من هذا يعني. فانت حبيبي في الله نقي صحابك. الثانويه العامه عاوزه منك انك تنقي صحابك. والحاجه الثانيه بالنسبه بقى لمجاميع الناس اللي جابت مجاميع مش مرضيه، الثانويه العامه مش مقياس لحياتك، الثانويه العامه مش مقياس لمستقبلك، الثانويه العامه مش مقياس للمعيشه، الثانويه العامه مش مقياس للمال ولكذا ولكذا ولكذا. 10 اصدقاء كانوا مع بعض يعني بيحبوا بعض، كانوا بص كانوا كده كانوا كده كانوا 10 اصدقاء كده يعني. ايه اللي حصل؟ 9 اتخرجوا كليه طب والعاشر كان في كليه تجاره. 9 خرجوا اشتغلوا في المستشفى اللي صاحبها بتاع كليه تجاره. فمش مقياس نهائيا ان الثانويه العامه ساعد رزقك. الواحد اول ما يسمع النتيجه بيتقهر كده. انا عارف انها بتكون فعلا طموحك في كليه معينه ما جبتهاش بتكون زعلان، انا عارف والله وحاسس ومجرب الكلام ده كله. انما انا بتكلم على المقياس بقى ان انت بتبص للمستقبل المهني، المستوى المعيشي. طب انا لما اتجوز اشتغل ايه؟ طب انا لما هيكون عندي اولاد هصرف منين؟ طب الميه، طب الكهرباء، طب المال وكذا وكذا وكذا. يا غالي توكل على الله. قال سبحانه وتعالى في قرانه الذي يتلى وسيظل يتلى الى متى؟ قيام الساعه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى كفيك في الامر اللي هتتوكل عليه. انت الامر اي حاجه في الدنيا كده، اي حاجه في حياتك انت كده حسيت بضنك كده من جواك، توكل على ربنا سبحانه وتعالى واحسن الى الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. فالثانويه العامه مش مقياس ان انت تعمل ايه لمستقبلك المهني وكذا. وكذلك بقى الحاجه الثانيه، شبابنا وطلاب الثانويه العامه الغلط ده احنا كنا وقعنا فيه. دخلنا الاول كده احنا عندنا باور بقى ايه، الباور 100%، الباور كومبليت، الباور مالين على اخره بقى. الطاقه بتاعتنا ايه بقى؟ انا هخش من اول السنه هكسر الدنيا، ما يكونش حد قد في الثانويه العامه، همسك كتب من اول يوم 1/8 من اول شهر 8 هفضل اذاكر. بيحصل معانا ايه كالاتي، اللي حصل معانا وحصل مع اللي قبلنا وهيحصل مع اللي بعدنا ان ما اتعلمتوش. التاريخ يعيد نفسه، واذا اردت ان تعرف الحاضر فارجع الى التاريخ. بص انت عاوز تعرف اللي حصل، بص للتاريخ اللي فات. فنفس الكلام بيجي شهر 8 نشد 8 و9 و10 و11 و12 و1 و2 و3 ونيجي اول 4 و5 كده الباور خلص. نيجي نذاكر مش عارفين نراجع، يعني احنا نيجي نذاكر ملينا من المذاكره خلاص، انا ذاكرت وبنقنع نفسنا احنا ذاكرنا واحنا للاسف ما ذاكرناش. ليه؟ لان الباور بتاعنا خلص، الطاقه بتاعتنا خلصت. فانت ما تضغطش نفسك من اول شهر في المذاكره. ذاكر اللي عليك مثلا، اللي عليك خدته مثلا النهارده في الكورس بتاع الانجليش الفرنش الجرماني او اي ماده بتاعت المواد ديت، خدت مثلا في اللغات او في اي ماده ثقافيه علميه او ادبيه كانت، بتروح تذاكر الجزء اللي عليه. ما تتركش نفسك بقى تقعد بقى بال 12 ساعه وال 10 ساعات و 8 ساعات، لا هي اليوم مش مستاهله، هي مستاهله بس تركيز في وقت اقل. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيحسن اليك، لان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان انت انسان صادق من قلبك. ربنا سبحانه وتعالى عارف ان انت انسان عاوز من قلبك فعلا ان انت يعني تكون فعلا ليك هدف في الحياه. فانت ما تتركش نفسك من المذاكره من اول شهر 8، انت ذاكر اللي عليك وبعد كده تعالى بقى في المراجعه. بص انا عاوزك تمسك الكتب زي ما بيقولوا كده عندنا بسنانك وبايديك، بايديك ورجليك او بسنانك وايديك زي ما بيقولوا عندنا، يعني ما تسيبش الكتاب من ايديك. الكتاب مفتوح، اقعد تذاكر في المراجعه، وهاتك مذاكره وهاتك مذاكره كل المواد، راجع بقى كل المواد اللي عليك واستمر في المذاكره واستمر في كل الحاجات دي، تمام؟ دي حاجه.
الحاجه التانية بقى، طب ازاي اذاكر وانهي وقت المذاكره انسب وانهي وانهي وانهي؟ بص يا غالي، اول حاجه خالص قبل ما تيجي تذاكر صلي ركعتين بنيه التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. صلي ركعتين، ركعتين مش هياخدوا منك دقيقتين، مع دقيقتين وضوء، وقول كمان دقيقه كده راحت في النص كده بتنشف وشك ولا بتسرح شعرك ولا بتلبس هدومك، 5 دقائق الصلاه، خدت حاجه 5 دقائق. ده انت يا راجل بتفتح الفيس بتقعد على الفيس بالعشر ساعات، ما بيحصلش؟ ما بتفتحش كده لعبه ببجي وتقعد تلعب بالعشر ساعات هي ومش عارف ايه كده في الفاير ومش عارف الالعاب المشهوره حاليا؟ ما بتفتحش كده الميوزيكلي والتيك توك ده بتاع بتاع البنات اللي فيه شويه رجاله عاملين بنات، ما بتسمعوش انت بالساعات؟ بتسمعه بالساعات، وفي الاخر انت ايه؟ مش عايز تعطي ربنا سبحانه وتعالى 5 دقايق عشان ربنا يوفقك ليك انت. هو ربنا عاوز منك ايه؟ ربنا غني عنك وعن امثالك وغني عننا كلنا، الله سبحانه وتعالى هو الغني، انت اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى. انت عارف مشكلتنا كلنا ايه؟ ان احنا للاسف ولا حول ولا قوه الا بالله، ان احنا قدامنا فرصه، احنا عايشين اهو، قدامنا فرصه نصوم، قدامنا فرصه نصلي، قدامنا فرصه نتصدق، قدامنا فرصه نعمل حاجات كتير حلوه جميله جدا. بس اول ما نيجي نموت بقى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سوره المؤمنون؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. الله، ليه عاوز ترجع للدنيا تاني ليه؟ قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، طب ما انت يا اخي كنت عايش في الدنيا 20 30 40 50 60 70 100 سنه، ليه ما صلتش؟ ليه ما صمتش؟ ليه ما تصدقتش؟ والله لو قيل لاهل الكبر تمنوا لتمنوا ركعتين، كلا والله بل تمنوا ركعه واحده. فانت قبل المذاكره افتح اقرا ولو صفحه واحده قران، كمان ركعتين وصفحه واحده بس قران، وابدا قسم وقتك. انا هذاكر النهارده ساعه انجلش عربي، كل ماده كده ساعه يوميا المداومه. كان دايما مستر رامز سمير بينصحنا بهذه الطريقه، انك تذاكر كل المواد. طبعا انت عندك 7 مواد، تذاكر 7 مواد في 7 ساعات مش هياخدوا منك حاجه، ومعاك طبعا بقى اليوم 24 ساعه، لما تاخد منه 7 ساعات ما اعتقدش انه هياثر مع حضرتك، ومعاك ساعات باقيه كتير ان شاء الله. فانت علشان ربنا برضه يبارك لك انك تقسم مذاكرتك. انا هبدا النهارده مثلا، وما تقولش، اوعى في حياتك تقول ان الفيزياء صعبه، اوعى تقول ان الفيزياء صعبه نهائيا، ما تقولش ان الفيزياء صعبه. قول مثلا الكهربيه، باب الكهربيه هو اللي صعب. اوعى تقول مثلا ان العولمه صعبه، ما تقول مثلا ان علم النفس، ما تقولش علم النفس صعب، قول العولمه بس صعبه. العولمه بالمناسبه، العولمه بحكي لكم موقف طريف حصل لي في ايام ما كنت ثانويه عامه، كنت باخد درس العولمه، فكنت رايح للمدرس بتاعي بتاع المواد الفلسفيه مستر تامر اسماعيل، فروحت بقى عنده كده، فكان واخدنا بالسياره. كان طبعا احنا، انا من قريه وبروح مدينه للدروس، فهو جه خدنا بالسياره جزاه الله خيرا، انا واثنين معايا، رحنا كبير السياره، قال ان في شيت واللي مش هيسمع هيتضرب. فاحنا بقى ايه، انا كسلت اطلع مذكرتي من الشنطه، فاخدت مذكرتي اللي جنبي، اللي جنبي خد مذكرتي اللي جنبه، اللي جنبه بقى بص انا في ايدي المذكرات، فلقى مذكره في العربيه خدها يذاكر منها وجابها معانا السنتر. دخلنا جوه المستر، بنقول له يا مستر في معانا مذكره زياده، قالوا انتوا اخذتوها من العربيه من انا قاعد بقى في الحصه بقى شكل ايه بقى؟ قعدت اقول يا سرقنا، طلعنا حراميه، مش المستر اللي بيقول بس صحابنا يقولوا علينا ايه؟ اتحرجنا طبعا جدا. فكان بالنسبه لي درس العولمه اتشرح في اليوم ده، كان صعب جدا، ما عرفتش اذاكر انا وحتى في الامتحانات ما عرفتش احل في العولمه بسبب الموقف اللي حصل ده. الشاهد اوعى تقول الماده ديت اللي صعبه، نهائيا الماده مش صعبه، حضرتك اللي مستصعبها. فانت مثلا الكهربيه صعبه، انا والله مش كلها كمان، ده في عندي جزء فيها صعب، اروح لمدرس فيزياء والله انا عندي كذا في الكهربيه، العولمه والله انا عندي كذا في العولمه، الانترنت، الفضائيات، البث، الكلام ده كله اللي موجود ناقشه مع المدرس وراجعه مره واثنين وثلاثه، تمام؟ فانت حضرتك ما تستصعبش الامور. بعد كده والاهم بقى حاجه، انك تحسن علاقتك بمن حولك. للاسف بيحصل كده في ناس خبيثه، تقول انت ذاكرت النهارده؟ يقول لك ما ذاكرتش، هو كان طول الليل قاعد على الكتاب. ذاكرت النهارده؟ يقول لك ما ذاكرتش، وكان نايم على الكتاب وصاحي على الكتاب. فتحت كتاب، والله ما بفتح كتاب، وهو كان نايم على الكتاب وصاحي على الكتاب. طب انت رجعت وتلاقيه مثلا في الامتحان والشيت مقفل وجايب درجه نهائيه في الشيت معاك في الدرس، ده انا سالك قبل الكورس قبل الامتحان، يقول لك ايه انا الفت هبت والله طلع صح. وسبحان الله الكلام ده بيحصل. فانتوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ واما بنعمه ربك فحد، مش مشكله ان انا اقول لصاحبي مثلا، ومش كل اصحابي، عارف ان في ناس بتحسد وان في ناس حقوديه وكده، والله ذاكرت الحمد لله. اللي يسالك ذاكرت؟ الحمد لله. طب التاني يسالك واحد بقى انت بتحبه مثلا وصاحبك وبينك وبينه عشان وانت واثق فيه، ذاكرت ايه؟ والله ده انا ذاكرت امبارح باب علم نفس، باب منطق، باب علم اجتماع، باب فلسفه، عربي، انجلش، فرنساوي، كده يعني الحاجات دي، تاريخ، جغرافيا. فانت تقول له الحاجات دي انا ذاكرتها انت واثق فيه، انما واحد غيره مثلا انت خايف منه، قول له الحمد لله، يعني ذاكرت الحمد لله. انما تقول له لا ليه؟ خد بالك اللي بيشتهي المرض بيلاقيه، حقيقي اللي بيشتهي المرض بيلاقيه. كان في مره مرات واحد اسمه عبده كان نايم، كان قاعد مع مراته في الصحراء، فبقول لها ايه قولي لي كده لو انا مت هتعملي ايه؟ قالت له يا راجل بعد الشر عنك، قال لها بس جرب، قالت له لما تموت،
قال لها طب بصي انا همثل ان انا ميت وهتشوف تعمل ايه. قعدت تقول له الله يا لهو يا سواد يا مش يا اللي مأكلني يا اللي مشربني يا اللي مغديني يا اللي معشني يا اللي مفطرني، الكلام اللي بيتقال. فجأة جت تبص لقيته مات، هو اشتهى الموت فمات. اللي مش دي حاجة بتجيله، اوعى تقول انت تعبان وانت مش تعبان، اوعى تقول ان ربنا سبحانه وتعالى عاطيني نعمة معينة وانت مش عاطيك نعمة معينة وهي معاك، اوعى تنكر النعم اللي معاك علشان ما تزولش. النعم دي كلها معاك، فانت استثمر وحافظ على النعم دي كلها. اخيرا وختاما يعني الشيخ عبد المنعم رزق احمد، يعني اسال الله سبحانه وتعالى يشفيه شفاء لا يغادر سقما. انا كنت عنده في زياره من كام يوم، يعني الشيخ مريض، اسال الله سبحانه وتعالى يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اني اسالك يا ربنا يا حنان يا منان ان تشفيه شفاء لا يغادر سقما، قد اصيب بحادث ولا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك في ختام هذه الحلقه اهني اخي وحبيبي مستر محمد سعد، اليوم ان شاء الله عقد قرانه وعقد اشهاره ان شاء الله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم خير. احبتي في الله، يا من تمنيتم لنا نجاح تأكدوا أنني أحبكم بقلب إذا رأكم نبض لكم، أحبكم بقلب أو بروح لا تجد الاستغناء عنكم. اعلموا بأن قصة الحب التي بيني وبينكم ستبقى السر بين الورقة والقلم، وإلى اللقاء.